انا شفت شوي من فيلم معك ريان، حقيقه كان شفت البرومو تبعه الحقيقه يعني تاثرت فيه. تحكي لنا عن الفيلم شوي. هلا الفيلم هو قصته بتحكي عن عنف الاسري ضد الاطفال، يعني كيف الاهل بيعنفوا الاطفال من صغار، ما بخلوهم يوصلوا طموحهم اللي بدهم اياه، وكيف بالنهايه هذا الحكي لما بعد ما يكبر بيكون مثلا طموحه يكون دكتور، بعد ما يكبر بيكون يعني وصل لطموحه دكتور، لكن بضل الاثار السلبيه اللي ضلت معه من هو صغير، من العنف اللي تمارس عليه وهو صغير ضل معه وبيخرب عليه حياته المهنيه. فممكن بعدين يصير مثلا قاتل، ممكن يصير اي شيء، ممكن يصير ينتحر من المجتمع نتيجه لافعال اهله اللي كانوا يمارسوها ضده. فهي الفكره بشكل عام. طيب مؤمن الاطفال اللي استخدمتهم بفيلمك لقيت صعوبه بالتعامل معهم؟ هلا البطل ريان الصغير الطفل بالبدايه يعني كان في شويه خجل لانه ما كان مجرب، انا ما رضيت اختار ممثلين جداد، حبيت اخلق وجوه جديده، فتعبت مع البطل ريان والحمد لله يعني ابهرني بصراحه، يعني بعد اول مره طبعا وثاني مره وثالث مره تدريب يعني ابهرني بصراحه واعطاني اللي بدي اياه وزياده يعني. فانا كثير كنت فخور بالشخصيات اللي كانت معي انه اعطوني اداء كانهم ممثلين يعني كبار بصراحه. شو اسمك؟ ريان. ريان شو؟ ريان حسن. ريان انت شفتك هلا بالفيلم، انت عم تمثل، شو كان دورك بالضبط بالفيلم؟ يعني البطولة. يا سلام، اخذ دور البطولة. لقيت صعوبة وانت عم تمثل؟ لا كان صعب. هاي أول مرة؟ أول مرة بتمثل؟ حابب تعيد التجربة؟ يعني كمان صورت غير هيك. صورت غير هيك. شو صورت؟ احكي لنا. في أفلام كمان صورت. اللي صورت غير؟ في كمان أفلام غيرها صورت. أفلام ما شو؟ في مثل فيلم اسمه هو مفرج، هو بيحكي كمان عن تقريبا نفس القصة. طب انت حبيت دورك هون بفيلم ريان؟ كثير. حابب تكفي بهذا الشيء بس تصير كبير؟ اكيد. Thank you.